شاء الله المسجد جميل جدا يا جماعة، شايفين التغييرات الألوان شكلها عامل ازاي، تحفة. طبعا كل دقيقتين تلاتة كده بيدوا شكل بالألوان كده جميل جدا، لو انتوا شايفين كده كده غير لون تاني اهو. جميل جدا ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا الفرحه مش سعيانه يا جماعه، هنصلي طبعا النهارده ورا الشيخ مشاري، فطبعا الفرحه جوه الواحد كده طاير في السماء يعني. طبعا الشيخ مشاري كل الناس بتحبه، طبعا احنا كلنا بنحبه في الله، هو النهارده وبكره موجود في المسجد ده، وربنا يا رب كده يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال ويعتقنا من النار في الشهر الكريم. شايفين ما شاء الله كل دقيقتين او دقيقة اقل من دقيقتين يدي بلون كده بيضاء شكل جديد، لو انتم شايفين كده. كده الراجل هيغير اهو فوق كده شكل اللون كده بيغير، وده الغير من فوق من هنا يبقى هيغير من هنا من فوق عامل ازاي زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. ما شاء الله تحفة ما شاء الله، الله أكبر يعني. هيغير لون تاني دلوقتي على ما أعتقد، لون تاني بينزل باين اهو، أيوة كده لون تاني كمان، شايفين ما شاء الله. طبعا بتيجي وتنتظر جوه في الساحة اللي جوه دي كده، طبعا المسجد كبير جدا ما شاء الله، اللهم بارك. بتشوفوا طبعا كده ايه المسجد الجميل ده، اللهم بارك. يا رب اقدر اصور جوه، يا رب يا رب اقدر اصور جوه وافرجكم الشيخ مشاري، ويبقى مسموح ان احنا نصور جوه يعني، لان ممكن طبعا يمنعوا التصوير داخل المسجد، بس طبعا انا واقف في الانتظار كده بره قبل ما يفتحهم، فقلت اصور لكم الاضاءه الجميله اللي هم عاملينها على المسجد هنا، وما شاء الله حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده. وربنا بقى يتقبل مننا بقى ايه صالح الاعمال جميعا ان شاء الله. اجتهدوا يا جماعه في العشرة دول يا جماعه، اجتهدوا في العشرة فرض دول يا جماعه، ربنا يعتقنا من النيران جميعا. شايفين ما شاء الله، هيغير دور لون تاني برضو دلوقتي، انتوا شايفين اللون اللي اتظاهر فوق ده شايفينه، هيبقى دلوقتي هنا اهو هيغير تمام ما شاء الله، شكله تحفة جميل جدا ما شاء الله. لون كمان اهو، انا اعتقد هم يعني الاشكال محدوده وبس هم بيبدلوا فيها يعني، زي ما انتم شايفين هنا بقت هنا اهي
شاء الله. نخش بقى كده احنا جوه ننتظر فتح المسجد علشان نلحق نقف في الصف الاولى كده، ربنا يعيننا يعني. طبعا هنلاقي هجوم جامد، في ناس قاعده من بدري جدا جوه. دوبك احنا صلينا التراويح وطلعت البيت، الخبر عرفناه، لبست وطلعت اجري يعني، خدت ام عبد الرحمن وطلعنا نجري على المسجد هنا. والله المستعان بقى، ربنا يتقبل مننا صالح الاعمال جميعا، ورب اعرف اصور جوه كده ليكم وتشوفوا بقى ايه الشيخ مشاري كده معانا. والله المستعان. يلا نشوفكم على خير يا جماعه، رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك للفيديو، اشتركوا في القناه، اللي ما اشتركش في القناه يشترك، نفعل زر الجرس على الكل علشان يجيله كل جديد مننا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اكيد هيعجبكم ان شاء الله يعني. يلا اشوفكم على خير، وكل عام وانتم بخير، عشان اقدر الحق اخش الحق كده في ايه، اول ما الباب بيفتح جوه اقدر اجري جوه شويه كده عشان نلحق الصفوف الاولى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.